السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يفعل من رأى حلما مزعجا؟ واحد نايم كده فشاف كابوس وهو نايم، يعمل ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحدثن احدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. اوعى حد فيكم يحدث اي حد بتلاعب الشيطان في منامه. الشيطان يريد ان يدخل الحزن والالم والهم والغم والكرب على قلب اي مسلم وعلى قلب اي مؤمن. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: لو شفت كابوس او شفت حاجه يعني حلم مزعج كده في منامك، اوعى تكلم حد واوعى تخبر اي حد بهذا الحلم المزعج او بهذا الكابوس عياذا بالله. ليه؟ لان ممكن لو انت حكيت لانسان وانت لا تعرف نفوس البشر، تجد من يحب وتجد من يكره، فقد تحكي ذلك الحلم لانسان حاقد او كاره او جاهل. ممكن يكون انسان بيحقد عليك او بيكرهك او يكون انسان جاهل، فيؤول الرؤيا تاويلا فيسبب لك ضررا نفسيا لا يخطر على قلب بشر. امال ايه العلاج يا شيخ محمود لو شفت كابوس في منامي او شفت حلما مزعجا؟ اول حاجه، رقم واحد، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. رقم اثنين، تتفل عن يسارك ثلاثا، تفل من غير ريق. رقم ثلاثة، تتعوذ بالله من ذلك الحلم الذي رأيته في منامك. رقم أربعة، يا حبذا لو قمت وتوضيت وصليت ركعتين وسألت الله عز وجل أن يصرف عنك وعن عباده المؤمنين كل سوء، بذلك يعني لا يضرك أي كابوس وأي حلم مزعج. وصدقوني يا ما نصحت إخواني وأخواتي، ما تبحثوش عن تأويل الأحلام المزعجة أبدا. اوعى تقول: يا فضيلة الشيخ انا شفت كابوس او شفت حلم مزعج عايزك تقوله لي. اوعى تطلبوا هذه المسألة. من رأى كابوسا او حلما مزعجا لا يحدث به احدا، وليفعل ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. جمعني الله واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان